الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد والعقمة، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، استشاري جراحة المناظير، ماجستير الحقن المجهري بجامعة ميسينا بإيطاليا، دبلومة المناظير المتقدمة بفرنسا، دبلومة المناظير الدقيقة بالهند، عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية المصرية لتدخل الجراحات الدقيقة. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا، تظل الرغبة في أن الأم تبقى أم واحدة من أرقى وأسمى الرغبات على الإطلاق. التكنولوجيا ساعدت الموضوع ده، لكن من أفضل التكنولوجيات اللي حصلت في التاريخ المناظير. المناظير قيمتها يا جماعة كبيرة جدا جدا، حولت جراحات من جراحات مزعجة إلى جراحات أقل. أكيد كل جراحة طبعا فيها إزعاج، لكن بتكلم عن الجراحات. لكن في عالم بقى التعامل مع المعوقات الحمل، المناظير حدث ولا حرج، خدمت جدا جدا عالم النساء والتوليد. خلي بالكم بقى، أسئلة كتير تدور حول المناظير. دول المناظير في التعامل مثلا مع الأكياس أو الأورام الحميدة أو غيرها المرتبطة بالمبيض. طب غيرها دي هنفهم، لكن الأكياس ده لازم نفهم دور إزالة الأكياس بالمناظير إيه بالظبط. قنوات فالوب ومشاكلها، المناظير لعبت دور برضو، بس برضو لازم نقف قدام دورها ده، فين حدوده. سؤال مهم جدا جدا، الالتصاقات، هل كل الالتصاقات ينفع اشيلها بالمناظير، مناظير البطن، ولا في التصاقات ازالتها بتبقى غير ذات جدوى؟ شوف التعبير العربي ده، هنفهم الحته دي، لانه ممكن حد يفكر يقول على ما ممكن الالتصاقات تبقى عنيفه قوي وكل ما اشيلها ترجع تاني. طب اشيلها ولا ما اشيلهاش؟ قضيه من القضايا المهمه قوي. حاجه تانية بتطلع من المهاجره، المرض الأزعج الكثيرات وأسعج الكثيرين، الكثيرين نقصد الأزواج انزعجهم من تطرع من المهاجرة، المجتمع الطبي المرضى أزعجهم، هنتدخل فيه إزاي؟ حتى الإعداد أول ما قلت بطال الرعاة من المهاجرة راحوا نازلين على طول ببطال الرعاة من المهاجرة كأنيميشن. ده مزعج، هذا المرض مزعج علميا. ليه؟ هي كل شوية يتغير الكلام عليه، نشيل الأكياس حول المبيض ولا نسيبها؟ طب ازالتها دي قد تضر المبيض ولا ما تضروش؟ الحاله والسيتويشن، ست تشتكي من الم ولا ست ترغب في الحمل؟ الامر يختلف بطنة رحم المهاجره. فمناظير ايضا هنا تختلف، هل هيبقى لها دور ولا ما اعملش واسيب الوضع على ما هو عليه والجا للحق المجاري على طول في بطنة رحم المهاجره؟ على حسب السيتويشن. قضايا كتير زي ما قلت لكم، المناظير حجر زاويه فيهم. تعالوا رحب بضيفي المبدع دائما اللي هيحل لنا الكثير من هذه المعضلات في طي الكلام، واكيد هنستمتع بحوار علمي رشيق ورائع جدا من واحد من نجوم هذا المجال، ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري وجراحات المناظير وماجستير الحقن المجهري من جامعه ميسينا بايطاليا، ودبلومه جراحات المناظير المتقدمه وجراحات المناظير الدقيقه، وعضو الجمعيه المصريه للخصوبه والعقمه والجمعيه الاوروبيه والامريكيه والجمعيه المصريه للتدخل الجراحي الدقيق والجمعية الأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب. أهلا بك. منورني. نورك. لأن المناظير تستثير في الرغبة العلمية، فأنا قلت كلام حلو فيها. أنا من عشاق المناظير. المناظير بلا شك حلت المشكلات الكبيرة، ولذلك سؤالي الأول، كيف تطورت المناظير؟ تطورت المناظير طبعا، لو بصينا لزمان كانت لما كنا بدأنا في المناظير، المناظير البطن كانت بتبقى عبارة عن دخول بعدسة ونبص بها بعينينا، وبعد كده بدأ الموضوع يتطور شوية ونستخدم الكاميرات، والكاميرات كان حاجة اسمها سينجل شيب اللي احنا بنشوفها بلون واحد، بعد كده ثري شيب اللي هو اللون الأزرق والأخضر والأحمر، وبعد كده الموضوع تطور بقت حاجة الاتش دي. تطور الموضوع اللي هو كان منظار عبارة عن منظار ندخل عشان نشوف فيه مشاكل أصلا ولا لأ، بدون المساس بالمشكلة اللي موجودة، مجرد معرفتنا بس.
الموضوع بدأ يتطور دلوقتي اللي احنا بدأنا نحل المشاكل على قدر الإمكان مع تطور أجهزة الدايثيرمي والمونوبولر للباي بولر والتطور المذهل في الباي بولر الأجهزة اللي احنا بنستخدمها. وصل الحال ان احنا دلوقتي ممكن نشتغل مناظير عشان نرجع الواحدة اللي كان عندها مشاكل في الالتصاقات زي ما كانت بطنها ما كانش فيها مشاكل. الموضوع تطور أكتر وبقى بنستخدمه دلوقتي في إزالة آلام الحوض اللي احنا ما بنعرفش نعمل لها حاجه بالعلاج ولا حتى التدخل الجراحي. الموضوع بدا يتطور اكتر ان احنا بقينا نجري عمليات جراحيه بالمنظار زي الاورام الليفيه وزي استئصال الرحم بالمنظار. الموضوع بدا يتطور اكتر واكتر واكتر ان احنا بقينا نعمل عمليات الاورام اللي مش حميده بالمنظار. طيب ليه احنا بنحب المنظار ومش بنحب الجراحه؟ اللي احنا بنعمل عمليه كبيره من خلال 3 فتحات أو 4 فتحات كل فتحة 0.5 سنتي وبنستعيد عن جرح في البطن بيبقى طوله من 15 لـ25 سنتي حسب الايه؟ الجراحة. فطبعا أنا يعني أنا من عشاق المناظير، أنا بحب أعمل كل حاجة بالمنظار. السؤال بقى ناس عندها لخبطة ما بين هل هي منظار البطن ده تشخيصي أم علاجي، ويقعد يسأل هل في فرق في التقنية بين التشخيصي والعلاجي؟ لا فيش فرق خالص. هو الفرق في حاجه واحده بس اللي هو طريقه الشغل. طريقه الشغل فقط. انا علاج كتير ببقى داخل بالمنظار عشان اشخص الاقي فيه مشكله فبضطر اتدخل يتقلب علاجي. فهو حسب، هو المنظار هو مفيش فرق بين التشخيصي والعلاجي، لكن هو الفرق في الشغل نفسه بس بين كطبيب. لو احنا قربنا للناس ولو ده سؤال صعب، ايه الانديكيشن لاجراء المنظار؟ يعني الدواعي اللي نعمل فيها منظار؟ الدواعي طبعا في اللي هو في زي ما انا قلت اللي هو في جزء تشخيصي وفي جزء علاجي. الجزء التشخيصي اللي انا في حاله ما عندهاش مشاكل والزوج ما فيش فيه مشاكل وخدت علاج وعملت اشعه بالصبغه وما عندهاش مشاكل وخدت تنشيط وما حصلش حمل، لازم اجراء المنظار التشخيصي. الكلمه اللي دايما بسمعها عندي في العياده، يا دكتور ما انا حضرتك عملت الاشعه ثلاثيه الابعاد كويسه وعملت الاشعه بالصبغه وطلعت كويسه، انا هستفيد ايه بالمنظار؟ المنظار جاي يا دكتور ايمن من النظر. ودايما بشبهها دايما اللي عندي في العينين، انا ده ظل ايدي اهو، ظل ايدي ده مبين انا لابس خاتم ولا لا، مبين صبعي متعور ولا لا، مبين صبعي ده فيه ضفر طويل ولا قصير، ده ظل. الاشعه ظل للحاجه اللي موجوده في الجسم، لكن لما اشوفها بعيني هبقى شايف تفاصيل ايدي اللي انا مش هبقى شايفها عن طريق ظل ايدي، صح ولا لا؟ فالمنظار بيبين حاجات مش بتبان في الاشعه. ايه الحاجات اللي ممكن بتبان ما بتبانش في الاشعه؟ رقم 1 بطانه الرحم المهاجره الدرجه اولى. دايما احنا اصلا انا مجرد دخولي بالمنظار اول حاجه بدور عليها في بطانه الرحم المهاجره ولا لا، لان وجود بطانه الرحم المهاجره في الحوض ده بيخليني قراراتي تختلف في كل حاجه بعد المنظار. ده رقم 1، ده مستحيل تبان اللي هي الدرجة الأولى إلا بالمنظار. النقطة الثانية كمان، أنا عامل أشعة بالصبغة قبل المنظار والأشعة بالصبغة مبينة إن الأنبوبة سالكة ومفيش فيها مشاكل. هل الوضع التشريحي للأنبوبة في الوضع الطبيعي بتاعه؟ هل اللي هي الأهداب الأنبوبة اللي المفروض تكون نايمة على المبيض كده موجودة في الوضع بتاعه؟ معرفش. هي الأنبوبة سالكة. لكن لو الأنبوبة دي لو سالكة وشها الناحية التانية كده مستحيل يحصل حمل. لان البويضه بتطلع ما بتلاقيش اهداب تدخلها جوه الانبوبه. فدي فايده المنظار التشخيصي. وجود التصاقات في الحوض، الناس اللي عندها بي اي دي وما عملتش عمليات جراحيه قبل كده، ده مش هيبان برضه الا بالمنظار. فالمنظار ده الدور التشخيصي بتاعه. نيجي بقى للدور العلاجي. واحده عندها انسداد في قناه فالوب، واحده عامله عمليه جراحيه قبل كده وفي حصل تاخر في الحمل ومتوقع ان في التصاقات في الحوض، واحدة عندها كياس شوكولاتة على المبيض، واحدة عندها أورام ليفية على الرحم، واحدة عندها آلام مزمنة في الحوض وبدخل عشان أشيل الآلام اللي موجودة. الجديد بقى إن في احتقان في الحوض، فإحنا بنربط الأوفيريان أرت اللي هو الوريد الأوفيريان فين عفوا معلش اللي هو الوريد اللي مسؤول عن احتقان الحوض، فالآلام الجامدة في الحوض بتروح. ده دور علاجي. نيجي دور بعد كده بعيد عن الحمل، استئصال الاورام واستئصال الرحم والحاجات دي كلها، انا مش مهما وصفت واتكلمت في المناظير مش كده. قلت لك سؤال صعب.
طبعا كبير. انا لو اتكلمت في المناظير شهور مش هديها حقها. السؤال العكسي، ايه الحالات اللي نقول لا ما ينفعش تعمل فيها مناظير؟ ما فيش. لو في سيبتسيميا مثلا، لو في لا ما هو لا. لا 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 ما هو الحاجات اللي انا مش هعرف اعملها جراحه مش هعرف اعملها مناظير، مش هعرف اعملها مناظير. خلينا متفقين. يعني مثلا في حاله عندها مشكله مثلا كاردياك، حاله مشكله لا انا مش هقدر. انا خلاص ده انا بتكلم اللي هو انا بتكلم جراحيا. لكن حاله فيها مشكله طبيه لا انا ما اقدرش انا احكم. في بعض الحالات يعني اللي هي مش هقول لك مستحيله، اللي هي صعب واحنا بنفضل فيها جراحه. واحد عندها مثلا الرحم بتاعها كبير جدا، واصل حوالي 26 اسبوع حمل، يعني مثلا واقف فوق السره تقريبا. لا ده يتعمل جراحه، لان انا ممكن اعمله منظار، عملته قبل كده منظار، بس قعدت فيه وقت قد ايه؟ اطول 4 ساعات. لكن جراحه هتقعد لها نص ساعه. اورام الضخمه قوي، اورام الضخمه، اورام الضخمه جدا، الاورام اللي مش حميده، اللي فيها مشاكل ومش هتخليني اعرف اوصل للليمف نود بصوره اوضح. تمام. لكن هتقول لي ايه الحاجه؟ لا مفيش حاجه ما اعملهاش جراحه ما اقدرش اعملها منظار. منظار البطن نفسه ميزاته ايه؟ حتى لو قارناه بمنظار الرحم. هو منظار الرحم ده حاجه ثانيه خالص. خالص. منظار الرحم ده بالظبط انا بدخل من فتحه المهبل لعنق الرحم للرحم من جوه، بشوف فيه مشاكل ولا لا وبخرج. وممكن اعمله من غير بنج خالص. اللي هو الاوفيس هيستريسكوب، اللي هو منظار البطن، منظار الرحم المكتبي. لكن منظار البطن لازم يكون تخدير كلي طبعا، ويكون ما يكونش ما ينفعش فيه مع البنج النصفي. بندخل جوه البطن عشان نشوف الرحم من بره عامل ازاي. المريض لازم تكون متجهزه تجهيز كويس قبل العمليه بثلاث ايام، بيومين او ثلاث ايام، تكون واخده علاج معين، تكون داخل عمليات صايمه، بنج عمليه كبيره. فده لا ده منظار الرحم حاجه ومنظار البطن حاجه ثانيه. كتير من الناس او الستات يعتقدوا انها لو عملت منظار بره ما ينفعش تعمل تاني بطن. بطن؟ اه. لا هو لو واحده عامله منظار بطن وعملته خلاص وما حصلش حمل بعده، هعمله تاني ليه؟ الا اذا كان في مشكله. لو في مشكله طلعت موجوده، يعني مثلا فرض واحده عملت منظار بطن يعني مثلا عملت منظار بطن مثلا وكان ما كانش في مشكله وما حصلش حمل، مفيش داعي نعمله لها تاني الا اذا كان في مشكله، زي مثلا طلعت بطانه رحم مهاجره، كيس شوكولاته، كيس عادي على الرحم، ده دخل فيه. لكن عملت منظار بطن وحصل حمل، ولدت قيصري بالذات، فتحت البطن دي، بس اهم حاجه عشان اقول لك يا دكتور ما انا ولدت، ما هي فتحت البطن دي مشكله. لو انا فتحت بطن العيانه وما عملتش حاجه وقفلتها، ممكن يحصل التصاقات تخلي الوضع التشريحي للمبيض والانابيب مش في الوضع الطبيعي بتاعهم. وما حصل وبعد الولاده القيصريه حصل تاخر في الحمل، لا تعمل منظار تاني. ممكن المريضه تعمل منظار مره واثنين وثلاثه، بس حسب الانديكيشن، حسب ايه السبب اللي انا اعمل منظار بطن. ده السؤال اللي جاي، تحضير بقى. كلمه التحضير مرت كده مرور الكرام قبل المنظار البطن. طبعا. ما هو انا ما ينفعش اعمل منظار بطن يعني كده. اولا يفضل عمل اجراء المنظار البطن في الفتره الفولوكولار فيس، اللي هي في اول 9 ايام من الدوره الشهريه. يعني البيريود نزلت مثلا النهارده، في خلال 9 ايام اعمل المنظار، لازم يكون بعد انتهاء الدوره الشهريه تماما. المريضه تكون داخله العمليات صايمه، ما تكونش واكله ولا شاربه. بعض التجهيزات القولون اللي هي بتاخد بعض العلاج اللي هو بيخلي القولون ما فيش فيه غازات او ما فيش فيه اي انتفاخات، عشان لما اكون انا شغال في المنظار ما يكونش فيه اي حاجه تضايق الرؤيه، تضايق الرؤيه. بعض العلاجات اللي هي بتبقى تطر عنق الرحم، لو انا هعمل منظار رحمي الميزوتاكوس الحاجات دي كلها بتساعد ان عنق الرحم يبقى طري فيسهل دخول المنظار. فطبعا الحاجات دي تجهيزات، ووقت المنظار من الحاجات المهمه جدا. يعني بعض العمليات مثلا ما ينفعش يكون مثلا قبل البريود بخمس ست ايام واروح اعمل لواحده ورم ليفي، لا لا انا كده بفتح حنفيه الدم. لازم بعد انتهاء البريود على طول. ليه بقى؟ يبقى لسه ما حصلش كونجيشن في ما حصلش احتقان. اللي هي التغير الدموي اللي بيحصل للرحم اثناء الدوره الشهريه لسه في بدايته، ففقدان الدم اقل، الهيلينج ان الجرح بيلم اسرع افضل وبيلم بكفاءه افضل. فاي عمليه دايما احنا بنحبها لاي سيده بعد انتهاء الدوره الشهريه مباشره.
بعد المنظار البطن مطلوب من الست ايه؟ الاشياء اللي لازم نعملها؟ تعيش حياتها طبيعي، ولو شغاله او موظفه ترجع شغلها تاني يوم. هل الموضوع ده ممكن يتم عن طريق جراحه؟ لا طبعا، الجراحه دي قصه ثانيه. تمام، الجراحه دي التئام وعضلات بتلتئم. جرح جرح عضلات جرح. احنا في المنظار بتبقى الغرزه على قد الجلد بس، فمش مطلوب اي حاجه من السيده بعد المنظار. بتروح البيت بعد 4 ساعات، بتعيش حياتها طبيعي بعد 24 ساعه، في اسوء ظروف ممكن 48 ساعه لو فرض عمليه كبيره واحنا مركبين درناء او حاجه بنحتاج ان احنا نتراحه وبس. يعني المنظار ما فيش حاجه انفيزيف في البطن. نورتني، نورك يا حبيبي، وابدعت نورك. بس المنطقه دي انت بتبدع فيها ضيف العزيز الخبره العلميه المتميزه الاستاذ دكتور محمد حسني، استشاري نساء والتوليد وتاخر الانجاب، الحقل المجاري وماجستير الحقل المجاري من جامعه ميسينا بايطاليا، دبلومه جراحات المناظير متقدمه من الهند وجراحات المناظير الدقيقه من فرنسا، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق في قصة وموال يبدأ دائما بآلة، ولكن خلف الآلة يد ماهرة تقود هذه الآلة. الآلة هي المناظير، واليد الماهرة هي المتخصصين في التعامل مع هذه المناظير من جراحين تأخر الإنجاب. خليكوا دائما مع الناس الحلوة.